حاجه قلتي لي كاين انت ولا البنت اللي شافت المنام هذاك البارح؟ البنت ساقي. ايه ما شاء الله. السلام عليكم بنتي. معليش اعطيها الحكمي راه عندك ميكروفون. السلام عليكم بنتي. وعليكم السلام. بنتنا الحمد لله من شده حيائها ما حبتش تبان خلاص، ولكن معليش ان شاء الله لانها محجبه والحمد لله. وسبحان الله العظيم، وحنا لما جينا قال لي خويا علي يعني رئيس جمعيه كفيل اليتيم تاع تيزي وزو، قال لي البارح شفت منام، البارح برك شفت منام. فبغيتك تحكي لنا بنتي، احكي لنا الله يجازيك. صح سبحان الله، والله البارح شفت منام جاب اولا بين سقسيك. اولا ما كنتوش عارفين باللي اليوم ان شاء الله رانا جايبين لكم؟ لا لا يعني درنا لكم مفاجاه. لا ما كناش عارفين. والمنام جاء سبحان الله. صح والله سبحان الله. واش شفتي؟ قيساش المنام التوقيت هذاك تاعو مع الصباح مع الفجر؟ التوقيت قبل الفجر. احكي لنا. جا بابا ربي يرحمه ليا، قال لي ما على باليش كيف نشكر هذوك اللي عاونوكم في داركم. لا حول ولا قوة الا بالله. قال لي ما على باليش كيف ندعي لهم. قال لي يعني شفتي باباك في المنام؟ ايه شفته. رحمه الله. قال لك مانيش عارف كيفاش ندعي لهم. قال لي مانيش عارف كيفاش ندعي لهم. قال لي ما قدرتش. وبانت الفرحه عليه؟ بان فرحان؟ اه بان لك فرحان في المنام؟ والله بان لي فرحان صح. يعني جامي نشوفه في المنام اول خطره، يعني اول مره نشوفه في المنام. اول مره تشوف في المنام؟ اول مره. وجاك في الصوره تاعه هو؟ الصوره تاعه يا صح. لا حول ولا قوه الا بالله. وقال لك هذه الكلمه وراح؟ قال لي والله صح، قال لي الكلمه هذه. وانت الان كنت تدعي في بلاصه لهاد الناس اللي عاونوكم واللي عاونونا كاع باش جا هاد الشيء في بلاصة باباك، واش تدعي؟ واش تدعي؟ الله ربي يجازيكم بالخير ان شاء الله، ربي يعطيكم واش تمنوا ان شاء الله، كيما فرحتونا ربي يفرحكم ان شاء الله. اللي قلناه واللي قليل معليش الحمد لله. معليش.